إلى أي مدى يمكن القول أو تعتقدون أو تؤمنون أن بايدن قد نجح في إقناع نتنياهو إذا ما كانت هنالك ضربة إسرائيلية بعدم ضرب المفاعلات النووية والمنشآت النفطية الإيرانية؟ ومن ثم هل أمريكا تؤمن وتعتقد بالتعهدات التي تطلقها إسرائيل أو تقول بها للأمريكان؟ أنا بتصور أنه ضربة النووي ما لازم تكون أولوية. أما ضرب الحرس الثوري الإيراني لأنه هو العقل المدبر لاستراتيجية الإيرانية هو أهم اليوم إذا تم ضربته ضربات قاسية ضمن إيران. بقى لأنه إذا حتى تنقول مثل ما قال دكتور نبيل عندك، يعني إذا في مشكلتين عند الإيرانيين، إذا أزرعة إيران بدأت تتفكك صار في خوف على النظام، النظام سيرحل، وإذا صار في ضربة على النظام والنظام انجبر يتفاوض، الأزرعة تبع إيران رح تتفكك بالماضي. يعني واحدة من الاثنين بهالست أشهر القادمين عليهم رح يحصل واحدة من الاثنين. بقى وإذا بلش النظام بالتراجع بإيران، أنا بتصور مثل ما صار بإفريقيا الجنوبية، كان عند الإمبلي الزرية وقعدوا على طاولة مفاوضات وفكفكوا الإمبلي الزرية بنهاية المطاف. بقى تفكيك الإمبلي الزرية بإيران هذا ليس من الصعب، وليس أنا ما بتصور لازم يكون من الخيار الأساسي العسكري الإسرائيلي. أما الحرس الثوري، أما امبارح كان في لقاءات بواشنطن عم تسمع عليها، البحرية الإيرانية اللي مسيطرة على مضيق هرمز وعدة مناطق، وخاصة البحرية الإيرانية هددت أنه بمضيق جبل طارق عند وصول على مضيق جبل طارق، ونحن شفنا بالسابق بال1987 بعهد الرئيس ريغان دمر 3/4 البحرية الإيرانية. هلا بتقلي بوقتها ما كانش بحجم اليوم ربما، وكان القدرة العسكرية الأمريكية اليوم أكبر بكتير، والقدرة العسكرية الإسرائيلية كمان أكبر بكتير من ما كانت بهيك الأيام. بقى أنا بتصور اليوم أنه الوضع الإيراني بصعوبة، ودائما يعني بالشرق الأوسط تنتهم أجهزة غريبة، وكل مشاكل الشرق الأوسط هي القضية الفلسطينية، بنكون عم نجني على الوضع بالشرق الأوسط.